عليكم حبيباتي، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي ندير معكم لاصوص الجيريان ديال التاكوس. غادي ندوزوا للمقادير. عندي هنايا تقريبا 3 المعالق ديال المايونيز ضروري، وعندي هنايا معلقة صغيرة عامرة مزيان ديال مطيشة الحك، وعندي هنايا الحار، وعندي الابزار والكمون، شويه قريصه الكمون ومليحه، وعندي هنايا جوج ريوس ديال الثومه محكوكين، قزبر ومعدنوس ونص حامضه، والبصله مقطعه قطع صغيره رقيقه بزاف. غادي ناخذ ندير البصله ديالي، وغادي ندير الثومه، وغناخذ الحامضه ديالي غادي نعصرها. الا ما كانش عندكم الحامض تقدروا تعوضوه بالخل. نحيد هذا العلامات، وغادي ندير الصوص ديالي مع الدنوس. غادي ندير مطيشة مليحة، كلشي غادي نخلط المكونات ديالي مزيان. ضروري ديروا فيها الحار، الا ما كانش عندكم الحار بودرة تقدروا ديروا لاصوص ديال الحار ماشي مشكل، وها كتجي رائعه. وهذه هي لاصوص سبيسيال ديال تاكوس. الا ما كانش تاكوس فيه لاصوص الجيريان ما فيه لا لذة لا مذاق. كما كتشوفوا كنبقاو نحركو مزيان، تدخل كاع المكونات بعدها. وهذه هي كما كتشوفوا حبيباتي، هذا هي لاصوص ديالنا من بعد ما خلطت كاع المكونات، كتجي بحال هذه الطريقه هذه. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا معايا في القناه، وان شاء الله ديما الجديد.